بسم الله الرحمن الرحيم. حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وكذلك أوحي فريق في الجنة وفريق في السعير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له Thank you.
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد
ما قدمت
صراط